انا بس شايفاكم ان انتوا برضو جايين علينا قوي، يعني جايين محسسيننا انه احنا الازمه واحنا المشكله وان الناس هي اللي مش واثقه في الحكومه وعشان احنا مش واثقين في الحكومه فالحكومه مش عارفه تشوف شغلها. لا يا دكتور ياسر، مختلفه معاك خالص، لانه لا بحسب تقرير خارج عن منظمه الاو اي سي دي اللي هي مجموعه من الدول اللي بتشتغل مع بعض عشان تنمي اقتصادها، التقرير ده بيقول انه 40% من مواطني هذه الدول، والدول دي بتشمل امريكا وفرنسا ودول كثيره في اوروبا دول متقدمة، ما احناش بنتكلم عن دول عالم ثالث. التقرير بيقول ان 40% من مواطني هذه البلاد لا يثقون في حكوماتهم، فالموضوع يعني مش غريب ومش احنا الوحشين. لا القصة تراكم خبرات، بسبب انه انا حاسس انه انت النهاردة احمد وعدتني انه حالتي هتبقى كويسة، وخصوصا من بعد الثورة يا جماعة، يعني خلونا نراعي الرأي العام واحنا بنكلم الناس، انه من بعد الثورة الناس احلامها كانت عظيمة والحكومات وعودها على فكرة كانت عظيمة، لكن انا اديت وعود كبيرة والناس ما شافتش حاجة منها. قلت للناس ان انا هدعمك في التموين وبعدين رحت مغلي عليهم السكر. قلت للناس ان انا هضمن لك امور كتيره جدا ليها دعوه بلقمه العيش، وانه لا مساس برغيف العيش، وان انت دخلك هيفضل مصون، وانه الاحتياجات الاساسيه. لا، وما عملتش كده. بص يا دينا، بص بالراحه على الناس، يعني بس يا جماعه اؤمن بان